الله معكم. سألني أكثر من شخص بعد ما شاف الفيديو يلي حطيناه عن المشروع الجديد وإطلاق أو الخبر يلي خبرناكم إياه عن شراء الدير، عن التسمية، كيف تسمى، شو اللي عم بيصير، ولأنه أنا بريد أنكم تكونوا تعرفوا كلياتكم يعني شو بفكر أو شو عم نعمل. ردت كمان يعني أطلعكم على هالموضوع لحتى ما يكون في لغط أو ما يكون في أي تساؤل يعني عند الأخوة والأخوات. درجة العادة بكنيستنا الأنطاكية وخصوصا بالمهجر بأنه دائما تتسمى هيك مشاريع لما بيصير في شراء شقفة أرض مع بناء أو شيء مثل هذا على سبيل المثال بالقرية الأنطاكية. فلحتى نحن ما نطلع عن التقليد الأنطاكي رح بيتسمى المشروع بشكل كامل بالقرية الأنطاكية بألمانيا، مثل ما في قرية أنطاكية بأمريكا، مثل ما في قرية أنطاكية بأستراليا. وهالقرية الأنطاكية رح بتضم دير والدة الإله يلي هو للأخوات الراهبات، ومركز البطريرك إغناطيوس الرابع الرعائي يلي هو بده يحمل، يلي هو بده يكون المكان لحتى الأخوة والأخوات يمارسوا فيه أنشطتهم الرعائية، من لقاءات للشباب، من لقاءات للأطفال، من أيام تعليم مثل ما ذكرت، كمان لحتى نحاول ننبش مع بعضنا البعض هالتراث الأنطاكي الجميل يلي تركوا لنا إياه آبائنا، وبشكل خاص نحن يلي تعرفنا على سيدنا المثلث الرحمي البطريرك إغناطيوس نعطي حقه وننقل هالتراث هذا للغة الألمانية. هيدي بس كان شيء على سبيل تعريف، ولحتى كلكم يعني يكون عندكم فكرة حول اسم هالمركز يلي بإذن الله رح بينطلق مثل ما ذكرت العمل فيه خلال الشهر القادم، وإن شاء الله إذا الظروف سمحت بيكون تدشينه على إيد صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر بذكرى انتقال المثلث الرحمي البطريرك إغناطيوس العاشرة. شكرا لاهتمامكم ولأسئلتكم يلي بيهمني دايما أنه أقدم جواب عليها. مساكم مبارك.